في هذه حلقة من سياحة الصين نواصل رحلتنا المتنوعة حول بحيرة تاي، من أطباق الخريف والقرى البرمائية إلى الحياة اليومية للمحلين سواء المزارعين أو المتقاعدين. وهذا هو الجزء الثاني من سلسلة دونشان. Do the entire perimeter though, because it's about 400 kilometers. But 26 of them belong to Dongshan, so I might give that a go. Let's see how long I last. Going uphill now. It's a bit of a slog. The weather doesn't look too nice at the moment, but according to the forecast, it's going to turn out to be a better day, I hope. So let's see what we can find along the way. أنا أجدف حول بحيرة تاي. وهي تعتبر ثالث أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين. تقع بلدة دونشان على اللسان المتمدد في ركن الشرقي للبحيرة، وأن هنا على بعد 30 كيلومترا جنوب غربي سوجو، ثاني أكبر مدينة في مقاطعة جيانسو. Getting a bit sweaty now, but I've heard that there's a village on the banks of Taihu Lake and it's called Xixiang Frog Village. I'm really curious to find out what it's all about. I'm pretty sure this is it. تقع في الطرف الغربي من دونشان. يعتبر شيشان موطنا لأكثر من 200 شخص و 61 نوعا من الضفادع. مملكة البرمائية هذه هي ثمرة مشروع إعادة إعمار المناطق الريفية الذي يهدف إلى الحفاظ على رفاهية البيئية وتشجيع السياحة البيئية في القرية. ألتقي مع رجل وراء كل هذا. كان المصمم التواني قادرا على جلب مفاهيمه الثقافية والإبداعية الفريدة إلى البر الرئيسي الصيني بدعم من رئيس قرية شيشان السيد لو. لقد حول المعزلة الفقيرة إلى عجائب مكتفية ذاتيا. ، 它很低，它一照出来说是一个圆形而已，啊，看是看得到，但是这个圆形出来就有像那个荷叶一样，在地上一个一个晚上有荷叶这样下去，青蛙有时候晚上它会吃一些昆虫，这个灯下面就会有些趋光性的，到那边，哎，到这边来，它们就躲在这个圈圈旁边，然后去吃。 يملأ شيشان جو ساهر من الحنين إلى الماضي. لم أرى أي قرية صينية أخرى مثل هذه بالتأكيد. شعور بالأصالة 100%. إنها حديثة، لكن الشيء الأهم من ذلك إنها تحترم جو سوجو الأنيق وطرازها المعماري التقليدي. 老船是我们从西香港里面把它给捞出来的，有这样的船，其实放在这里，我们认为它跟这个底的环境会更贴切。包括你看我们这个扶手，这个东西呢叫做橹。 它也有当地的这个气氛，然后要把这种港口文化也带进去，而且价格又便宜。Nice。哎呀，而且它又有历史。以前呢，这种卤它会在这边签啊写上自己的名字。哦。啊，比如说你是啊那个最美丽小姐啊，就是写这个地方。أنا أكثر من معجبة. الإقامات التي يمكنك أن تجدها هنا في شيشان تستحق النشر المزدوج في مجلة فاخرة للأسفار. حديثة جدا وعالمية. إنها عظيمة حقا. إنه زينة لسرير ومكان الفطور مع شعور ومظهر أصلي. لكن ربما الأفضل وما أشعر بأنه الجانب الأكثر استثنائية في شيشان
هو الطريقة التي يتم بها إحياء المكان دون طمس سحرها المتآكل والمدعي. في الواقع بالنسبة إلي تزداد زخرفة الجدران بالضفادع والمنشآت سحرا حقا. Just walking around this village, I really can't wipe the smile off my face because I just really love how the frog theme has somehow embraced all these old original elements and appearance of this village. I mean, look at this. It's, I think it's the drainage pipe from someone's kitchen and they've made it into a tongue. How cool is that? Super cute. ومع النظرة الأخيرة إلى مستوطنة البرمائية لبحيرة تاي، أتوجه إلى مكان مختلف جدا في دونجان. يقع دير زيتين على بعد عدة كيلومترات من شيشان، وهو دير بوذي يقع في المساحة خضراء. حينما أدخل المجمع تغمرني موجة من الهدوء. في مكان ما هنا مخفي بين النباتات مكان للعبادة مع تماثيل الأرهات الشهيرة. واحد من الأرهات هو شخص بلغ السكينة أو نيرفانا، الهدف النهائي للمسار البوذي. 紫金庵的历史呢，是南北朝要1500年左右，1500年。哇！紫金庵呢，却确实通幽，很宁静，无处不起出一个古字啊。你看眼前呢，这棵是银桂，有500年，院子里面呢有一个千年老白骨，1000年了。那这最古老的树的话呢，还在里面呢。1500年的黄杨树，现在进入紫金庵的核心部分，这是我们紫金庵的罗汉堂。 这我听说这里有三宝，是什么三宝？第一宝就是三尊大佛的眼神，你不要认为他瘦得很小，眼开眼闭，但是眼神非常的灵活。你人在面前走来走去啊，只要你看他走，他的眼神照样会看着你，是吗？那边走，眼睛慢慢的。是吗？啊，对对对对对，你走过来，再从这边往那边走，他照样还是跟着去，嗯。 真的，真的，Yeah。أما الكنزين الثاني والثالث فهما السطح على محفة البوذا وهذا المنديل. رغم أنه مسبوب من الدين ويبدو أنه قماش بطريقة مقنعة مع امتداد الطيات الناعمة في النسيم. 咱们紫金庵内罗汉像要800多年，800多年的岩石这么鲜艳，那确实是了不起的。据专家们考证下来，这岩石有三大类，一种呢叫矿物类，珍珠、玛瑙、翠彩、宝石、黄金、白银；一种叫植物类，东山是花果山，有自然的。 صنعت هذه الأرهات مع ملامح الوجه والنسب الحية، مما يجعلها آثارا ثقافية وطنية. You know, out of all the 16 Lohan sculptures in here, I think this one is definitely my favorite. Not just because it's got a blue beard, but because of its expression and the detail, you know, the folds in his clothing and the way his head is a little bit tilted, listening to the spirit creature telling him something while he's watching the door, because that's his role, he's guarding this place. You know, it's incredible that these sculptures, these clay effigies, have been here for 800 years and yet they're still so intact and so beautiful. خلف قاعة الأرهات أجد رجلا يحني على طاولته الخشبية منهمكا في حفر تحفته الرائع. ، 滑爽，做砚台伐木快，不伤毫，摸一下，特别细腻，对，滑，特别是 smooth as a baby's bottom， 也很重，蛮重的，雕了多少年了？我雕了33年了，哦，我是祖传的，我老爸从小的时候我就看着我老爸做砚台。
渡了砚台嘛，出口到日本、新加坡、韩国，哎，那个时候我们村上好多人，几乎是每家每户都住砚台为生。那你有床景里的孩子吗？没有，我儿子学了3个月跑了，嫌苦嫌累，一下子不是一天两天能够学会的。对。أشاهد السيد تشيان في العمل ويعجبني تركيزه ودقته وصلابته. سأترك المهمة أيضا بعد 3 دقائق. 我带你去看看我做的作品。好啊好啊。现在有很多人买那个砚吗？现在也不多。不多了。主要是现在写字的人太少了。给你看看啊。أحجار الحبر هي هاونا يستخدم للطحن واحتواء الحبر، وكانت أداة القرطاسية الأساسية للعلماء القدامى. من الواضح أنها ليست عملية فقط، بل هي من الأعمال الفنية رائعة. It's such a nice view, all these tangerine trees outside. I'm now in a little tea house that's right next to the temple. I can't wait to get my hands around a warm cup of tea because it's just kind of getting a little bit chilly now. إنه الخريف مع طبق من الجنك الموسمي. طلبت شاي بيلوتشن، مشروب محلي يعتبر 11 أنواع فاخرة من شاي الصين الأخضر. استراحة. مستحق قبل أن نواصل رحلتنا في دونشان. لاحقا سوف نستيقظ قبل شروق الشمس، جولة غذائية متحد قبل الفجر في أسواق الصباح المحلية، ونحن في رحلتنا الغذائية في دونشان. في هذه حلقة من سياحة في الصين نواصل رحلتنا المتنوعة حول بحيرة تاي، من أطباق الخريف والقرى البرمائية إلى الحياة اليومية للمحلين سواء المزارعين أو المتقاعدين. وهذا هو الجزء الثاني من سلسلة دونشان. في حين أن معظم الأماكن من الصين لا تزال نائمة، يستيقظ السكان المحليون في قرية لوسيان وهم يستعدون لبعض التسوق على ضوء المصباح. إنها العادة من زمان. It's not even 5:30 yet in the morning, but this market is already bustling. And I've got this young, lovely hotel owner with me, and she's going to show me where she goes to buy her vegetables and other ingredients for the meal that we're going to eat later today. So this is the two sheep, the lamb that they take home wrapped in leaves, and then they put it in their noodles in the morning for brekkie. إنه لحم الخروف المحلي ويحبه الناس هنا. النهوض مبكرا في الصباح قد يكون أمرا صعبا، لكنه يعني أن المنتجات طازجة للغاية. هنا في دونشان أنواع الخضروات أكثر بكثير منها في شمال الصين. هناك خضروات لا يمكن زراعتها في بكين. حسنا، مناخ مختلف، مأكولات مختلفة. I think it's a form of longevity. So it represents longevity. It's like, here you go, here's for you and your little baby. Oh, That is really good. It's just 它吃来有点硬的意思。So it's a bit gooey, but I love it. Anything glutinous is delicious, even though it sticks to my teeth. في وقت لاحق من اليوم خلال الساعات القياسية المفضلة لي.
حان الوقت لواحد من الأشياء المفضلة في الأوقات الماضية، الأكل. شكرا لرئيس تاهات من فندق لانتين يوهو بلوسيان. So this chef, Chef Zhu, he, you know what, his ancestors actually cooked for the emperor. How crazy is that? That's incredible. But now he's going to prepare for us an autumn feast. So right here in front of us, we see some specialties that are found in autumn, and these are the ingredients that we'll be using later. This is the most famous Taihu dish. Taihu sanbai. Ah, Taihu sanbai. This is Taihu bait. Uh huh. This is Taihu ningyu. White bait. This is Taihu bai xia. White shrimp. 白鱼呢，最好我们一般都是新鲜的，最后泰国吃了就上把最新鲜了。你放冰箱总归不那么好。这个是菱角，这个藕。啊，lotus root。这个鸡头米。嗯哼。春天嘛，这个最有名的是赛宝的。嗯。那叔叔他们一般都是用甜的为主的。再放点料酒。啊。一定很好吃的。啊，好了吧，好了吧。Let's do this. أشاهد السيد جو يطبخ وليمة السوجو. إن أطباق السوجو معروفة بنكهتها الحلوة التي تأتي من المنقومات المختارة بالدقة ومهارات الطبخ البارعة. هنا في دونشان ترسخ ثقافة التذوق بعمق بالاستفادة من المنتجات المائية الوفيرة ببحيرة تاي والخضروات المختلفة. حركات السيد جو سريعة. سيتم تقديم الغداء بعد بضع دقائق. Oh my gosh, there's so much food. It's truly a royal banquet. It's very delicious. It's not delicious. It's not delicious. It's not delicious. The meat is fine. Oh, it's so soft. It just falls apart in my mouth. It's really fresh as well. I don't really like stuff that's too fishy, but this is really, really good. Let's try the white shrimp. Okay. 它会比较有弹性，不会很死气的那种。对，我也觉得，it's like it's really squishy。可能العناصر بين العودين متوازنة تماما، أن في جنة الأطباق الشهية الآن، الطعام جيد، استحبت جيدة، هل يمكن أن يكون أفضل？Even vegetables are delicious. What I really like about Dongshan cuisine is that, you know, it's so local, but also It's presented so, like, in such a sophisticated style, and the taste is so delicate and fresh. It's beautiful. 好吧，我们去开动吧。لاحقاً نلقي نظرة على حياة المحليين في دونشان، من زراعة البساتين على جزيرة صغيرة ببحيرة تاي إلى المتقاعدين مع فكرة ترفيه اليومي المختلف عنك. Islands on Taihu, and only several of them are inhabited. One of them is called Yushan Dao, and I've heard that it's quite a jewel on the water because it's largely unsullied by tourism. Now, this gentleman here is going to take me across on this ferry. So, let's do it. Ciao. Just share. Here we go. 你快就到了吗？ 2分钟 So quick, 2 minutes and we'll be there. حسنا، هنا بعض المعارف السريعة لركوب السريع. يعتقد أن بحيرة تاي هي حفرة ضخمة مملوءة بالماء، وتم تشكيلها بتأثير النيزك قبل 70 مليون سنة. أمر رائع، أليس كذلك؟ بالنسبة لي، إنها المرة الأولى التي تطأ فيها قدماي على جزيرة مأهولة ذات أبعاد صغيرة من هذا القبيل. مساحة اليابسة 0.3 كيلومتر مربع، نحو 3/4 حجم ميدان تيانمون. مجرد حفنة من العائلات تدع جزيرة يوشان البيت. هم يعيشون حياة بسيطة للغاية، يعيش فيها المسنون وأحفادهم مع حيواناتهم الأليفة. لقد وقعت في حب هذا المكان على الفور. ضوضاؤه الريفية، نزاراته المرصوفة بالحجارة المتحالبة، وأوراق الشجر الجامحة ببحيرة تاي اللامعة. وناس صارمون ومجتهدون يعيشون على هذه الأرض.
يعتبر مصدرهم الرئيسي للدخل هو اليوسفي، ويعرف اليوسفي الذي ينضج في جزيرة ييشان بكونها حلوة أكثر بفضل أشعة الشمس الوفيرة. بينما أنا أتسلى ينهمك السكان المحليون في أعمالهم، والآن أشعر بأني مثل حمقاء جاهلة. Wow, that is a really heavy load. والآن حان الوقت لمعرفة الحياة اليومية للقرويين في جزيرة ييشان. So now we're following one of the farmers, one of the locals on this island, and he's gonna take me up to where he's got some tangerine trees. أملك كل على هذه الجزيرة قطعة من الأرض لزراعة اليوسفي، والآن ذروات موسم إذا لال بسرعة. لا يمكن نفعله. Hundreds of tangerines a tree. 你采橘子的时候，一般。嗯，so sweet and seedless. يوسف ليس على جزيرة ييشان، إنها مثل نشط هنا. 小心。好，谢谢。这个枇杷花。 外面的穿头，明年长芽出来，再明年长大，就这样拿了，这样拿掉了，哦，就是这样，啊，这个，这个也要拿掉，就是这样拿，啊，这个茶树，茶树，哦，tea plant，这个杨梅，这怎么分？哦，就是那个树，啊，杨梅， some sort of berry, wax berry, I believe. 还有什么树这里？板栗。 Oh, that's the chestnut. So interesting how there are all these different types of trees planted in the same area. بالإضافة إلى البستان، يربي السكان المحليون في ييشان أيضا الدواجن. إنه مجتمع صغير متمتع باكتفاء ذاتي، مع ما يكفي لتوفير الكفاف والرفاهية المتواضعة. لن أتمكن من تنبي نمط الحياة هذا، لكن أقدره. على أي حال، مع توديع ساخب أقول وداعا للجزيرة ونعود إلى شبه الجزيرة. بالطبع قد تقاعد بعض السكان دونشان، لذلك الحياة الآن أقل تطلبا بالنسبة لهم. لم أكن أتوقع تماما أن أزور مركزا اجتماعيا للمسنين عن قرب في حياتي، لكني لن أقول للترفيهات التقليدية أبدا. 就是每天来的吗？每天来的。啊，你喜欢看吗？喜欢。喜欢。你别笑的。哎，好听。太大了，93岁了。啊。这个老爸太大了，年纪太大了。你去采访他了。Sounds like he's 93 years old. 爷爷你好。好啊。对啊。 لم أكبر مع الأجداد، لذلك كانت هناك دائما مساحة شاخرة خاصة في قلبي لأجداد آخرين. Thank you.
الجمهور صامت، يسمح للموسيقى تنتشر في الغرفة مثل المياه المشرقة من البحيرة، ورنين المسكر من الآلات الوترية صوتهم الغنائي ساهر. بالنسبة للبعض أنهم مثل قيلولة أثناء الاستماع إلى راديو، أما بالنسبة للآخرين فأنه مثل مشاهدة مسرحية. رغم أنني لا أفهم لهجتهم، يغني بينتان ويتكلم معي بلهجته مع إيقاعه ولازمته، ويماثل جمال غروب الشمس على بحيرة تاي. You know, autumn has always been my favorite season, and it's the best time to come to Dongshan, especially if you're a seafood fiend. Now, yes, you can listen to Pingtan with the oldies and go for a stroll through villages where, you know, tradition meets modernity, but perhaps best of all, you can gorge yourself on imperial autumn feasts and juicy tangerines and, of course, the hairy Taihu crab. I reckon I've gotten a pretty good taste of autumn in Dongshan. My name's Dui. See you next time on Travelogue.